الناس تعرف ماذا يحدث في النادي الاهلي وكيف يواجه الاهلي المستقبل القريب والبعيد. وعشان كده احنا يعني عشمانين نشوف حاجه جديده النهارده. تكلمونا عن كل مشاريع الاهلي الهندسيه والمستقبليه القريبه والبعيده واعمال التطوير لصالح الاعضاء اللي هي في الاخر بتحول هذا الكيان الى مؤسسه بالمعنى المفهوم. تمام يا كابتن عدلي. يعني طبعا ما نتمناش ان فتره التوقف دي تمتد. يعني احنا مهتمين بالرياضه اهم حاجه طبعا، ويمكن الناس بتهتم بالرياضه وبتتابع الرياضه طول ما في نشاط رياضي. نامل ان تبقى يعني مجرد ازمه عابره ان شاء الله، هي ازمه عالميه على الناس كلها، مش ازمه داخليه، وده اللي مصعب الامور المره دي، لكن ان شاء الله نامل انها تعدي على خير. طبعا الناس او محبي النادي الاهلي بصفه عامه دايما النادي الاهلي بالنسبه لهم هو الكيان الرياضي الكبير او الاكبر في مصر والشرق الاوسط وفي افريقيا، بيهتموا بالاخبار الرياضيه، بالكوره، بالالعاب الثانيه. النهارده بقى فيه اهتمام بالعاب الصالات كبير جدا، حتى الالعاب الفرديه ونجوم الالعاب الفرديه الناس بقت عارفاها بالاسم. صحيح. انما ان الناس ما تعرفوش ان الكيان ده النهارده كبير جدا جدا جدا، وبقى مش مجرد بس اهتمام رياضي، وما بقاش اهتمام كروي واهتمام والعاب اخرى، لا، النهارده بقى عندك اربع مقرات محتاجه انشاءات، محتاجه اهتمام، محتاجه توسع، محتاجه انشاءات كبيره جدا وحجم مشاريع كبيره جدا. ده بخلاف الخطه بتاعت الامتداد الى المحافظات. طبعا احنا هنتكلم ليه النادي الاهلي وليه عضويه النادي الاهلي، وهنقنع الناس بما يعني ايه يتناسب مع الناس، بنكلمهم بالعقل وبنكلمهم بالمنطق وبنكلمهم بمميزات النادي الاهلي. لكن عايز اقوله الناس يمكن ما بتبقاش حاسه بحجم المشاريع. طبعا انا مش هتكلم على مجلس الاداره الحالي لان احنا ما تعودناش ان احنا نتكلم على اللي موجود، لكن المهندس سامح يمكن هيتكلم بقى باستفاضه عن المشاريع القائمه. لكن عايز اقول ان ده امتداد لمجالس والتاريخ للنادي الاهلي. صحيح. من اول نادي الاهلي المساحه الكبيره قوي اللي كانت في الجزيره، وصغرت بحكم اخذ الاتحاد الكوره وبعض المشروعات او بعض الامور الحاجات اللي حوالين النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي كانت سباق ورائد في فكره ان يبقى في فرع تاني لاي نادي في مصر، وكان فرع مدينه نصر وبعديه تبع فرع الشيخ زايد وحاليا فرع التجمع الخامس. المشاريع دي الاربعه دي مشاريع كبيره جدا جدا يا كابتن عدلي. حضرتك محتاج انك توسع الرقعه، توسع الناس تيجي اللي بتشتري الجديد، اللي داخله على نادي جديد لسه ما فيهوش اي انشاءات زي التجمع، محتاجه انها تبقى مطمنه ان عندك مشروع متكامل وعندك فكر متكامل هتكمله لهم، وامتى هيكمل، امتى محكوم بتوقيتات محدده. طبعا، لان انا لازم هحترم الناس دي. يمكن الشيخ زايد كان في مشكله بس كانت خارجه عن اراده المجلس اللي موجود في الوقت ده، لان دي كانت ثوره في البلد كلها. صحيح. لكن بعد كده الشغل اكتمل والناس اكتملت، الحمد لله من افضل واجمل الانديه اللي موجوده في الوقت الحالي في توسعات. احنا عايزين نتكلم وهنتكلم باستفاضه عن كل فرع. احنا دلوقتي يا استاذ ابراهيم احنا في منتصف مارس. تمام. مهندس عدلي اشار الى ملف العضويه اللي حضرتك رئيس لجنته. تمام. باقي 15 يوم. ده تمام. ويغلق باب المهله اللي مجلس الاداره حددها. تمام. للاسعار الحاليه لقبول العضويات. تمام. ايه اللي حاصل دلوقتي؟ وايه المنتظر في خلال ال 15 يوم وبعديها في ايه؟ انا بس احب اقول لحضرتك حاجه يمكن احنا اتكلمنا فيها قبل الهوا. حضرتك بتقول لي احنا الظروف صعبه دلوقتي، هل ينفع نمد شهر او شهرين لان الظروف خارجه عن اراده الجميع؟ للاسف ما ننفعش طبقا للقانون، لان ده قرار جمعيه عموميه ان من 1/4 الاسعار الجديده. فعشان ارجع في اي قرار ده احنا يعني يعني النادي الاهلي بيحترم قرار جمعيته العموميه، فلازم هيتطبق. فاحنا فاتحين بكل قوه، بنستقبل الناس وبنستقبل الطلبات. عندنا زي ما قلت لحضرتك احنا امبارح، لحد امبارح كان عندنا لجنه، كان زميلي استاذ طارق انديل وانا كنا فيها امبارح، كان اللي جه حوالي 175 مشترك في لجنه واحده امبارح. بس
عندنا حوالي طلبات متأخرة حوالي 500 طلب تاني، غير ان احنا خلال الشهر اللي فات بالظبط كان قابلنا حوالي 1500 طلب عضوية. متوقع ان الاسبوعين دول مع الطلبات اللي جاية لنا من الشركات ان احنا يعني متخيلين ان العدد يوصل تاني من 1000 ل 1500 طلب عضوية اضافية. احنا طبعا لازم نفهم الناس ان احنا من 1/4 الاسعار هتزيد جدا، الشيخ زايد هيرتفع الاشتراك بتاعها من 175000 ل 250000، التجمع من 200000 ل 250000، العضويه العامه من 500 ل 750000، وده بالنسبه للمؤهلات العليا. المؤهلات المتوسطه هتبقى من 250000 ل 400 في الفرعين، ومن 300 ل 400 برضه في التجمع، ومن 600 لمليون في العضويه العامه. طب هل الارقام دي احنا خدناها كده يعني مجرد ارقام جزفيه بالظبط كده يا كابتن عادل؟ لا، الارقام دي مدروسه، وعارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين التوزيع الجغرافي بتاعه. يمكن لما هنيجي نتكلم ليه الناس بتشترك وتشترك في النادي الاهلي بالذات هنتوسع وهنقول اكتر فيها باذن الله. لا، في نقطه بس عشان الملف يتقفل خالص. طب انتوا ممكن جدا الاسبوع بتاع الجو ومش عارف ايه والكلام ده يبقى فيه اقبال متنامي جامد جدا خلال ما تبقى من شهر مارس، ضغط كبير، هتعملوا ايه؟ هتقدروا تقابلوا كل الناس دي ولا هتعملوا ايه؟ انت قلت انا متوقع يمكن نوصل 1000 1500 عضويه جديده خلال ال 15 يوم او ال 10 او ال 12 يوم اللي باقيين، هتعمل ايه؟ والله بص يا كابتن عادل، احنا طبقا للائحه، اللائحه بتدينا حق ان احنا نستقبل الطلبات، ويبقى اخر ميعاد لشراء الاستمارات والتقديم للعضويه يوم 31/3. من 31/3 ليا شهر طبقا للائحه اللي اقرتها الجمعيه العموميه اقدر اقابل الناس فيه تصفي العضويه دي. احنا اخر طلب عضوية رسمي هيتقدم لنا هيبقى يوم 31، بعد دي بيوم هنطبق الأسعار الجديدة. إذا بس هوضحها للناس، لكن هنقعد هنفضل على اتصال بالناس نحدد اللجان، لأن أنا مش هقدر. هي دي المهلة اللي تقدر تتصرف فيها بس كده، مهلة مقابلة الأعضاء اللي تقدموا بالفعل وإنهاء الإجراءات بالظبط. هي الشهر اللي إبريل ده يعني كل من يتقدم لحد 31 مارس هيقبل بالزبط. مش هيقبل، هيقبل ان يفحص بالظبط كده. بعد كده حتى لما يعني ما اللجنه ما قابلتوش، عندنا شهر هتقابله اللجنه وهتعمل له بقيه اجراءات بالظبط. فيعني احنا بنحفز الناس اللي بيفكر يعمل عضويه يلحق يقدم لحد 31، في نفس الوقت بنطمنهم اللي مش هنلحق نقابله لحد 31، اللائحة المعتمدة للنادي الأهلي بتدينا فترة سماح لمدة شهر إن احنا نقابله، وخلال الشهر ده هنكون انتهينا من مقابلة جميع متقدمي طلبات العضوية.